أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من بصمات الله في الخليقة. حلقة اليوم راح تكون بعنوان تعليم الغدر وتعليم الأمانة. وطبعا مثل ما بنعرف الله هو إله الأمانة. الأمانة صفة مطلقة من صفات الله، صفة عظيمة. لولا أمانة الله ما كنا قدرنا نعيش، كنا كلنا فنينا وكانت الكرة الأرضية فنيت. معي حلقة اليوم الأخ مازن، ومعي أيضا ضيفنا العزيز يلي نفتخر جدا جدا بأنه موجود معنا، الدكتور ناجي اسكندر. أهلا وسهلا فيك دكتور ناجي. أهلا. نحن يعني من يفتخر فليفتخر بالرب طبعاً أولا طبعاً. بس كمان نفتخر بأولاد الرب يلي عمل الرب واضح في حياتهم مثلك. نشكر الرب. الدكتور ناجي هو طبيب، دكتور جراح، وهو زميل في الجمعية البريطانية، وهو كمان يعني عالم خليني أقول في الخليقة، وعنده معلومات رائعة جدا، واليوم رح يشاركنا بجزء من معلوماته يلي كلكم أنا متأكدة إنه حتستفيدوا منها. منرجع لصفات صفة الأمانة، بس نقول صفة أمانة رح أقرأ لكم من أمانة الله شو هي تعريف الصفة. أمانة الله تعني ثباته، صدقه، وفاؤه، لا ينسى، لا يترك، لا يكذب، لا يتردد، لا يتغير، لا يظلم، لا يتنكر لصفاته أو مبادئه أو كلمته، لا ينقض عهده، ولا يغير ما خرج من شفتيه. راح قبل ما نبدأ بالحوار مع الدكتور ناجي، مثل ما تعودنا وحسب طلب كثير من المشاهدين، بدي أطلب منك يا أخ مازن أنه تصلي صلاة قصيرة جدا لأختنا عطيات، وأتمنى يا أبو عمار تكون سامعنا من أول الحلقة، وكمان للمرضى خصوصا الأخونا باسل وأختنا أنجيلا. نعم. تفضل. يا أبانا القدوس السماوي المبارك اسمك على كل الأرض، نصلي ونقدم الشكر والحمد لأجل وجودك في حياتنا، ولأجل هالغنى والمحبة اللي بتعطيها لأولادك في كل مكان. أصلي سيدي يسوع المسيح لمسة لأختنا عطيات حتى تعرفك أنت المخلص الشخصي لحياتها، وتنتقل من الظلمة إلى النور، وتتعرف على محبتك. وأصلي أيضا لمسة شافية لأخونا باسل في المستشفى بعد عملية إزالة السرطان من القولون، أنه أنت بتلمس لمسة شفاء كاملة لجسده، وتعطيه القوة والنعمة، وتعيده إلى زوجته وأولاده بكل سلامة. أيضا نصلي لأجل أختنا أنجيلا لمسة شافية من السرطان، ونصلي لأجل كل الأولاد والشباب اللي سمعوا في أستراليا بحضور أخونا المحبوب الدكتور ناجي عن الخليقة ومعرفة الرب كالإله الحكيم والأمين في هذه الحياة، إنه يتعرف على محبة المسيح، ويتعرف على فداء في الصليب، ويأخذ كمخلص شخصي، وأيضا ينتقل من الظلمة إلى النور، ويكون أولاد الله باسم ربنا يسوع المسيح. روح شفاء ونعمة لكل إخوتنا المستمعين المشاهدين في كل أنحاء العالم. آمين. 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 الدكتور ناجي رح نبدأ بقسم روحي بسيط، لأنه حضرتك مثل ما عرفنا كمان أنك هلأ تفرغت لخدمة الرب والرب يباركك. فخلال حياتك وعملك كدكتور جراح لمدة 25 سنة في إنجلند، نورث إنجلند، ويعني بأوروبا بشكل عام، ممكن تحكي لنا عن وفاء الله وأمانته من خلال خبرتك؟ شكرا. الحقيقة الله هو إله أمين، زي ما حضرتك عرفتي هذه الأمانة بصورة جميلة جدا. أمين. والواحد لما بيبص على حياته منذ نشأتي في القاهرة في مصر، وتخرجي من كلية الطب، وانتقالي من مكان إلى مكان، بتذكر الكلمات اللي قالها يعقوب بعد ما بدأ رحلة المجهول، لما خرج من بيت أبوه وهو راجع بعد أكثر من 20 سنة، في سفر التكوين وأصحاح 32 وعدد 10 بيقول الكلمات الجميلة دي، بيقول له: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. آمين. فإني بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. آمين. فالرب بياخد الخمس خبزات والسمكتين بتوع حياتنا. نعم. وبيباركهم وبيقودنا فيهم. نعم.
وطبعا هي رحلة طويلة وفيها كانت صعوبات ضخمة جدا. لولا أمانة الرب لما تواجدنا لحد هذه اللحظة. آمين. بيفتح فرص للعمل، بيفتح فرص للفيزا، بيفتح فرص للتدريب في مستشفيات جامعية ضخمة. ما كانش لي أي فرصة أني أكون واحد من التيم هناك، لكن الرب حطني هناك. نشكرك. آمين. المديرين والجراحين الكبار حبوني وابتدوا يهتموا بيا وأتقدم في العمل لمجد الرب. آمين. نشكر الرب، هو يعطي نعمة في عيني الناس لأولاده خصوصا. وإله أمانة لا يشفيه. آمين. لا جور فيه. أخ مازن، قلنا أنه إله الأمانة ملتزم بكل وعد وعهد. نعم. ونبوة وإعلان. كمان إنذار وتحذير. نعم. وهناك آية بتقول ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. نعم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ نعم. حاشا. نعم. فممكن تعطينا فكرة وكيف أنه كلمة الله الكتاب المقدس هي صحيحة؟ نعم. طبعا شكرا أخت لما، وأنا أيضا أحيي وأشكر الرب يسوع المسيح أنه أخونا المحبوب الدكتور ناجي حضر من بريطانيا لأستراليا وكان سبب بركة لكثيرين. وأصلي باسم ربنا يسوع المسيح أنه الرب يقيم رجال وسيدات كريمات في هذه الأيام الأخيرة حتى يعيشوا الحياة الفضلة ويضحوا ولو بأوقاتهم، وأيضا يقدموا من هالخبزات القليلة اللي في حياتنا وبيعيدوها لمجد أبونا السماوي. وبصراحة هناك فرح بالسماء بخاطي واحد يتوب. فنحن تعرف الأخت لما اشتغلنا لسنين طويلة كمهندسين في شركات عالمية، وحضرتك أيضا اشتغلت في مستشفيات أيضا في بريطانيا، والرب سمح فيما بعد أنه يخصصنا حتى نعود ونكرم إله الأمانة اللي طيلة أيام حياتنا كان بينعم علينا في كل يوم بإحسانات كثيرة. بالتأكيد. ونصلي إن ناس كثيرين من اللي بيسمعونا من أحبائنا في كل أنحاء العالم إنه الوقت مقصر أحبائنا، وإلهنا إله أمانة، ونحتاج إنه نقدم لإله في حياتنا على الأرض شيء بسيط لأجل خدمة شعبه وكنيسته واسمه. طبعاً حلقة هذا اليوم أحبائنا المشاهدين هي عن موضوع الأمانة والغدر، واخترنا هذا الموضوع لأنه حساس جداً، لأن الله معروف بأنه إله أمانة. وإذا رجعنا يا أحبائنا في الكتاب المقدس في خروج نقرأ هذه الكلمات في العهد القديم عن أمانة الله، تقول كلمة الرب أحبائنا في خروج 3: وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. ونلاحظ أحبائنا أن الله جمع صفتين كون إله الأمانة من جهة اسمه يهوه، لكنه ارتبط وقال إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب مع بعض. فنلاحظ في هذا الموضوع أن اسم الله مربوط أيضا بالقسم اللي وضع مع الآباء، وأيضا فيما بعد أنه انتقل هذا القسم لموسى ولكل المؤمنين اللي عرفوا محبة المسيح ونور المسيح العظيم. نقرأ أيضا هذه الكلمات في تثنية يقول لموسى من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم لأخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم، فاعلم إن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل. وطبعا داود فيما بعد يتغنى في مزمور 36 ويقول أيضا هذه الكلمات الرائعة: يا رب في السماوات رحمتك أمانتك إلى الغمام. فأبونا السماوي أحبائنا المشاهدين صادق
وأمين، وكل كلمة كتبت في الكتاب المقدس لأجل نفع الناس. ونقرأ في رسالة تيموثاوس الثانية أن الكلمات تقول كل الكتاب المقدس اللي أمامنا موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. فطبعا نحن بنشجع كل أحبائنا في كل أنحاء العالم من كل الديانات أنه يرجعوا ويقروا الكتاب المقدس ويتعرفوا على إله الأمانة. آمين. 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 يعني لو نتخيل أنه مثل في أديان مثلا بتقول أنه الله غير بكلماته وبيقولوا عنه ماكر. نعم. فتخيل مثلا لو أنه هلأ خطرت ببالي أنه شي نهار يخطر بباله يقطع الأكسجين عن الأرض. صحيح. أو يلغي قانون الجازبية. نعم. بس شو بده يصير فينا؟ ممكن الأرض تخرج عن مسارها مثلا ونفقد الاتصال مع الشمس. وممكن أيضا في داخل الأرض في حمم كثيرة والأرض ملتهبة ممكن تنفجر أو طوفان عظيم بيصير وتنتهي الكائنات مرة واحدة. صحيح. فنشكر الرب لأجل أمانة الله. ثابت لا يتغير. لا يتغير. هو أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أعزائنا، عرفنا بحلقات سابقة وقلنا أنه كل مبدأ أو تعليم يعلم من أين أتى الإنسان ولأين يذهب وهدف حياته على الأرض سمي دين. وطبعا الرب يسوع حكى أنه في أنبياء كذبة بدهم يجوا كتير. ومثل ما بنعرف داروين كان واحد من الأشخاص يلي إجا ووضع نظرية النشوء والتطور، وقال انه اصل الانسان من قرد، وحط نظريات طبعا ملحقه بعدين الحقت نظريات اخرى بنظريته. فهو انشا دين على الارض، وهالدين للاسف الشديد لحد هلا عم بخرب عقول ناس كثيرين. فنحن طبعا رح نستغل وجود الدكتور ناجي معنا ورح نتوسع جدا بموضوع النشوء والتطور. بس أول شيء أخ مازن لو سمحت بفكرة يعني بوقت قصير بس تعطينا فكرة عن داروين، حياته، شكله، صوره. نعم. حلو. رائع جدا. ونشكر الله طبعا على حضور أخونا المحبوب الدكتور ناجي من بريطانيا كشاهد، لأنه في لقطات عن بريطانيا بسبب أنه أيضا داروين ولد وعاش في بريطانيا. بالتأكيد. فنشكر الرب. يعني يقولوا الدنيا صغيرة نتفرج مع بعض. طبعا أحبائنا المشاهدين، ممكن نشوف أخونا المخرج يعرض لنا الصورة الأولى حتى نتعرف على هذا الرجل اللي اسمه تشارلز داروين. وممكن نشوف في هذه الصورة في أيامه الأخيرة، ممكن نشوف في الصورة اللي بعدها إنه صورة لأبوه داروين. وفي طبعا داروين لليوم مضى عليه 200 سنة تقريبا من ولادته، و150 سنة مضت على تأليفه لكتابه عن النشوء والتطور اللي وضع ونشر في العالم. وكثير من الناس في الأرض، علماء وغيرهم، آمنوا بهذا الكتاب واتخذوه وكأنه ديانة كاملة. ممكن نرجع للصورة اللي قبلها. هذا هو أبوه لداروين، وكان طبيب مشهور في بريطانيا وذو نفوذ اجتماعي وغني. وطبعا عندما ابن داروين، واحد من أولاده، كبر، بعث بالصورة اللي بعدها إلى جامعة أدنبرا. ونشوف الصورة هذه في بريطانيا إلى الجامعة، وكانت من أرقى كليات الطب في أوروبا في ذلك الزمان. وأثناء وجود داروين في هذا المكان، في هذه الجامعة، أيام زمان ما كان يوجد فيه مواد لتخدير الناس، وكان في طفل في عنده كسر في رجله، فالناس كانوا بيمسكوا الطفل أو الصبي أو حتى الإنسان ويمسكوه بقوة بينما الطبيب يقدر يعمل المعالجة. فطبعا الصبي كان في صراخ وهياجان عظيم. فداروين من شاف هذا الصراخ هرب من الجامعة ورجع للبيت، وطلب أنه ما بيرجع ولا يدرس الطب فيما بعد. طبعا هو معروف من كان طفل كان بيحب يجمع الزهور والنحل ويتفرج على العصافير
وبيحب يجمع الأمور. هذه صورته بعد أن رجع إلى البيت وهو في 20 من عمره. وممكن نشوف بالصورة اللي بعدها أنه أبوه بعث إلى جامعة كامبريدج وقرر أنه يدرس الطبيعة والعلوم، وقال وهو فرح فيها لأنه تعرف على أمور الجيولوجيا وكانت هي أمور حديثة في العالم وكان فرحان فيها. طبعا هو انتقل واشتغل في البحرية البريطانية، وكانت المملكة البريطانية عظيمة التي تشرق التي لا تغيب عنها الشمس، فكان في دول كثيرة في العالم تحت سلطان ملكة بريطانيا فيكتوريا. وانتقل في هذه السفينة اللي شفناها إلى سواحل أفريقيا وأيضا البرازيل والأرجنتين، وجمع مجموعة كبيرة من العظام والمتحجرات. وفي طريق العودة حول أمريكا الجنوبية ذهب إلى مجموعة من الجزر الجليبس آيلاند، وهذه كان مجموعة من 13 جزيرة في المحيط الهادي بعيدة غير مسكونة، لكنه انتبه إلى وجود عصافير وطيور مختلفة في كل جزيرة. وبسبب أن قبطان السفينة كان رجل يحب العلم أيضا، شجعه على تجميع هذه العصافير اللي راح نشوف الصور اللي بعدها، مجموعة من الطيور. طبعا شاف مجموعة من الزواحف والسلحفات وكانوا أشكالهم مختلفة من جزيرة إلى أخرى، ونشوف الصورة اللي بعدها أيضا أنه هذه السلحفات في القبب اللي بتحيط فيها في ألوان مختلفة، وقسم تغطي كل الجسم وقسم آخر الرقبة تكون أطول. فهو من الصور اللي بعتها أيضا راح نشوف أن الطيور المختلفة شجعت داروين على أنه يجمع هذه الطيور والعصافير ويدرس فيما بعد مناقير هذه العصافير. وكان بسرور وفرح عظيم بيجمعها لأنواع مختلفة. بنشوف الآن الصورة اللي بعدها أيضا، هذه طيور أيضا مختلفة. كل جزيرة من هذه الجزر لها نوع خاص من الطيور وأيضا نوع خاص من مناقير هذه الطيور. أيضا الصورة اللي بعدها نشوف صور جميلة لهذه العصافير والطيور. وطبعا هو انتبه على أن هذه الطيور تأكل من حبوب وتتغذى على زهور مختلفة، فبسبب اختلاف الزهور والأمور اللي موجودة من جزيرة إلى أخرى انتبه أن المناقير لهذه الطيور والعصافير تكون مختلفة أيضا. ممكن نشوف أيضا الصورة اللي بعدها، هذه هي مجموعة من العصافير والطيور اللي هو جمعها وحط عليها علامات وسجلها وجمعها كلها مع بعض وأخذها معه في طريق العودة إلى بريطانيا. ونشوف الصورة اللي بعدها أيضا، هذه رسومات للمناقير والعصافير اللي هو جمعها وعمل سجلات لأسماء الجزر وأسماء الطيور وأنواعها كونها مختلفة. وأيضا بالصورة اللي بعدها بنشوف أنه أخذ هذا أيضا الحيوان المنقرض اللي كان موجود في الأرجنتين وأخذ العظام والصدفات ورجع فيها، وجاءه فكر غريب بأن هذه الحيوانات قد تطورت بسبب الطبيعة، لا يوجد ليد الله فيها يد أو بصمات في هذه الحيوانات، لكنه كان يفتكر على أنه بسبب أن فقط الطبيعة وعوامل الطبيعة والغذاء اللي بتاكل الحيوانات هو سبب لوحده كافي لأجل تغيير الكائنات من نوع إلى آخر. طبعاً. نعم. التخلف العلمي كان بأيامه. أيوة. بسفر التكوين بتقول كلمة الرب: وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقنا يبذر بذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بذره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقنا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن.
وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. دكتور ناجي، كطبيب وعالم في الطبيعة، منحب نعرف رأيك أول شيء بنظرية داروين، وكيف هلأ هي تدرس، وطبعا هي بعكس تماما كلمة الرب، ومنحب أنك تتوسع لنا بما هي شجرة الحياة وتوزيع الخليقة في نظريته. شكرا. الحقيقة داروين كان متأثر بشخص قبليه اسمه تشارلز لايل، وتشارلز لايل ده درس طبقات الأرض. وقال أن معدل ترسيب الطبقات دي اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي هو نفس المعدل اللي تم في السنوات الماضية في أثناء تكوينها. فابتدى يطلع بفكرة أن الأرض عمرها ملايين السنين. داروين راح بالفكرة دي في الباك جراوند بتاعه، ولما طلع في البيجل شيب دي للجالاباكوس آيلاندز لقى طيور وحيوانات مختلفة، فابتدى يجمعها ويعمل شجرة سماها شجرة الحياة. فابتدأ بالحاجات البدائية جدا، وبعدين قال فيه الأسماك، وبعدين فيه البرمائيات، وبعدين فيه الزواحف، والزواحف بقي الطيور، والطيور بقى الإنسان، بس الإنسان ما جاش على طول، بقى من جد تخيلي اسمه الكومن أنسيستر، ومنه جاء الإنسان. الكومن أنسيستر ده اتفرع إلى الإنسان، واتفرع إلى القرود والشمبانزي والحاجات التانية المختلفة. فهم حتى بتوع النشو والارتقاء بيزعلوا لما نقول الإنسان جاء من القرد، بيقولوا لا احنا جينا من الكومن أنسيستر، عشان يخففوا الأمر شوية. طبعا سوري، في صور دكتور ناجي حتى الناس ايضا ممكن يشوفوا مع التعليق، اذا اخونا المخرج بيحط المجموعه الثانيه الان، الصوره عن الحيوانات اللي في البحر متنوعه طبعا مثل ما راح نشوف بالصور، وننتقل راح يحط لنا صوره مع الصوره بعدها لحد ما نوصل الى شجره الحياه اللي انت ذكرتها. فهلا ممكن نشوف ايضا الصوره اللي هي في البحر عن مجموعه احبائنا من الكائنات اللي ذكر اخونا المحبوب الدكتور ناجي انه موجوده في البحر انواع كثيره من هذه الكائنات. وطبعا هم بيقولوا مثل ما عرفنا على ان التسلسل الطبيعي للكائنات ان الامور ابتدات في البحر وانتقلت خطوه فخطوه لحد ما كملت شجره الحياه. ممكن ايضا تعبر تفضل لو سمحت. ده التفكير في البحر فلما بيقولوا ان الحياه نشات في الميه، ومن المية خرجت أول خلية وابتدت تتكون، وابتدى الخلايا دي تتكاثر وتبتدي تعمل وسيلة للتنفس تحت المية وبعدين تتنفس في الهواء. طبعا مش ممكن أبدا الطبيعة هي اللي تملي على الكائنات الحية إزاي تعيش. مشكلة داروين أنه شاف الفنش، طائر الفنش، ولقى منقاره مختلف تبع نوع الغذاء اللي موجود في كل آيلاند. لما الغذاء يتغير الطائر مش هيقعد يفكر ويقول طيب الغذاء تغير، أنا لازم أكبر المنقار شوية، أنا لازم أخليه مدبب، أنا لازم أخليه حاد. الطائر ما عندوش القدرة دي. لكن الله لما خلق الفينشز كمجموعة، لأن الله خلق كجنسه خلق مجموعة الفينش وفيها الجينيتك بول، جينيتك ماتيريال، الانفورميشن، الشفرة الوراثية اللي فيها المعلومات اللي تقدر تخلي المنقار يطول ويقصر. فهي مش الطبيعة خيط المنقار يقصر، ده هو الجينات، المعلومات، مركز التحكم، المعلومات اللي موجودة في الخلية هي اللي عندها القدرة تتفرع. بيحصل ايه لو الغذاء محتاج منقار طويل مثلا؟ كل الفينشز اللي عندها منقار قصير مش قادرة تاكل فبتموت. فاللي يتبقى مين؟ اللي عنده المنقار الطويل. وده اللي اسمه الناتشرال سيلكشن. وده ظاهره طبيعيه والرب تكلم عنها. لانه قال كجنسه يبذر بذرا كجنسه. تمام. داخل هذه المجموعه في تغيرات عملاقه الرب صنعها في الدي ان اي وفي الشفره الوراثيه. فده اللي بيعمل التغيرات. فهو لاحظ التغيرات، الملاحظه لحد كده سليمه ما فيهاش مشكله. المشكلة الاستنتاج اللي هو وصل إليه. صحيح. إنه راح مجمعهم وحطهم على شجرة بيسموها شجرة الحياة، وقال البقاء للأصلح، اللي مش قادر يعيش بيموت. فأنا الحقيقة بسميها شجرة الموت مش شجرة الحياة. لأنها كأني الميكانيزم بتاع التطور هو أن يموت 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 يموت، والصالح هو اللي يقعد. بس الصالح ده قعد ليه؟ لأن الله حط فيه الجينيتك انفورميشن، المعلومات الوراثية اللي تقدر تخليه يعيش في البيئة دي. فالمشكلة مش في الملاحظة اللي عملها ان في منقار مختلف. في منقار مختلف طبعا، ومرتبط بالغذاء الموجود طبعا.
لكن التفسير ده بقى هو المشكلة، لأنه طبعا بدأ بنظارة غلط، بيبص للعالم في عدم وجود الله، صح. فحاول يفسره بالأمور الطبيعية فقط، نعم. ورفض أن يستخدم أي حاجة سوبر ناتشرال، قوة نعم. الله الخالقة، فرفضها كامل. فالنظارة اللي هو بيبص بيها غلط. تخيلي لو النظارة اللي أنا لابسها دلوقتي حولت عدساتها اللون أحمر، هشوف الدنيا حمراء، مش لأن الدنيا بقت حمراء، لكن لأني أنا ناظر من موقع خطأ. فدي مشكلة داروين. الحاجة الأخيرة اللي أحب أقولها هنا، إحنا بنعترض على التطور الرأسي من خلية إلى سمكة، إلى بر مائية، إلى سلحفة، إلى طائر، إلى إنسان، صح. ده اللي بنعترض عليه، لأنه بيولوجيكالي بالطبيعة لا يمكن يكون، لأني عشان خلية صغيرة تنقسم وتوصل للعين مثلا، دي محتاجة كمية معلومات كتيرة. منين جات المعلومات؟ صح. لازم يكون في مصدر ذكاء، صح. ومصدر قدرة يدي هذه المعلومات، صحيح. فاللي بنعترض عليه هو التطور الرأسي، بنسميه from microbe to microbiologist، يعني ايه؟ من ميكروب صغير عمل لي دكتور في الاخر، صح. ده مش ممكن، ممكن. ده مستحيل، صح. لكن التغيرات داخل المجموعة الواحدة طبعا دي ظاهرة بنتفق عليها وبنشوفها في العلم التطبيقي. فمثلا في حوالي 200 نوع من الكلاب مثلا، كلهم جايين من ذئب في قمة هذه العائلة، في المعلومات الوراثية الكاملة اللي تقدر تتفرع وتعمل أنواع الكلاب المختلفة، صحيح. ونقدر نعمل التهجين ونغير، صحيح. ونعمل كل اللي بنعمله، إن في معلومات وراثية بس إحنا بنخلطها ببعض، صحيح. صح. إحنا ما بنخلقش، لا. لأنه الخالق والرب زي آمين. ما حضرتك قلتي، آمين. آمين. الحقيقة ما قدر الإنسان يخلق ولا أي شيء على الأرض، يعني زح. أي شيء مصنع هو موجود أوريدي بالأرض، والرب خالقه هو بياخده، هو اكتشفه فيما بعد، يعني هو موجود ونحن بشكل عام الإنسان جاهل. من تمر السنين أو مئات أو آلاف بنكتشف الشيء، لأنه الله أوريدي موجود حاطه في الأرض من آلاف السنين، بالزبط. ونشكر الله أنه أعطانا العقل والذكاء عشان نكتشف، مضبوط. فإحنا بنكتشف لكن لا نخلق، صح. صح. لما نكتشف قوانين الجاذبية الأرضية، إحنا ما خلقناش الجاذبية، إحنا شفنا إزاي بتشتغل، صح. وبناء عليها عملنا الطيارة والصاروخ وخلافه، صحيح. تمام. فإحنا بنكتشف لكن لا نخلق، صحيح. الخلق هو لله وحده القادر، آمين. عشان كده إحنا accountable لله، نعم. عشان كده إحنا مسؤولين أمام هذا الخالق، صح. اللي خلقنا على صورته وشبهه ومثاله، الرب يباركك، نعم. ده شيء مهم جدا، نعم، رائع. يعني هذا بيذكرني الحقيقة في الرب يسوع ذكر كلمات رائعة، أي. وهي قابلة للتطبيق، وكل إنسان بالأرض أي عصر أي ناس ممكن يفهموها. بالتأكيد. الرب يسوع قال هذه الكلمات أحبائنا المشاهدين، قال ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة، صح. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ فطبعا واضح جدا من خلال هذا أنه ولا يستطيع إنسان إذا كان قصير مثلا بيقول أنا رح أريد أطول مثلا ذراع، ويظل يقعد مثلا بالليل سنين، إن شاء الله بيبقى مليون سنة، بالتأكيد. رح يقعد من يوم الأيام بيلاقي نفسه صار أطول، الرب يسوع يقول هذا غير ممكن، بالتأكيد. وهذا الشيء اللي بنشوفه بالحياة في الحقيقة، إنه ناس كثيرين يتمنوا أمور، لكن الأمور اللي موجودة بالجسد هي ما راح تتغير يعني. فإذا كان هذه الأمور الإنسان ما بيقدر يعملها، كيف نقدر نطبقها على حيوانات اللي ما عندها العقل والفكر؟ بالتأكيد. تخيل يا أخ مازن، بيقولوا أن الديناصورات تحولت إلى طيور، نعم. الديناصور إيديه بتبقى قدامه كده في جسمه، نعم. تخيل لو قاعد يرفرف بيها مليون سنة مش هتتحول إلى طائر، مضبوط. ده دي محتاجة جينات تتغير، محتاجة العظم بتاعه يتغير يبقى خفيف لأنه عظمه ثقيل جدا، طبعا. لأنه حيوان قوي، صح. لازم يبقى مخفف عشان يقدر يطير، نعم. لازم الجهاز التنفسي بتاعه يتغير، صح. لازم الجهاز الهضمي بتاعه يتغير، لازم سرعة الدم اللي بتجري تتغير، لازم تتكون له أجنحة ومفاصل مختلفة عن المفاصل اللي عنده، ويطلع له ريش، ويطلع له ريش، وده تركيبه معقد جدا لأنه في برايمري وسكندري عشان يوريه الضغط بتاع الطيران، صح.
فتغيرات مهولة. نعم. فهم قالوا إيه؟ اديني ملايين السنين، هم عايزين وقت. أيوة. ويقول لك بالتجربة والخطأ هيجي صح، كأني لو الواحد عمل خطأ ممكن يكون خطأ ليثم ما يكملش السكة بتاعة التطور، وغالبا نعم. هيك بده يموت بالضبط، لأني الطفرات بتبقى طفرات سلبية صح، مش طفرة إيجابية، مش بتضيف معلومات على الجينات. نعم صح. فبما أن احنا ممكن نبقى ديفولفينج، ممكن نرجع لورا، لكن مش ممكن نطلع نتقدم للأمام. صحيح. ده في البيولوجي بتاعنا طبعا. صحيح. نتقدم بالذهن والعقل وكده، ده قائم. نعم. لكن كالجسم عشان يكون يقول أنا عايز أطير، قررت أطير. نعم. وهقعد مليون سنة أطور في نفسي عشان مستحيل. مستحيل. لا. والغريب أنه مثلا بيقولوا أنه نتيجة البيئة، هلأ مثل ما قلت حضرتك، نفرض أنه الإنسان قرر يطير. أول واحد جرب رح يموت ويجربوا كل ال 6 بليونز رح يموتوا كلهم. فمين هو اللي بده يتطور؟ انا ماني فاهمان. يعني ممكن واحد ممكن اذا ارتفاع واطي يقع تنكسر عظامه بس. ما معناته بهالكسره مثل ما حضرتك قلت انه تغير شكل ايديه وبلش الجنح يطلع له، وبعد ما يتكسر هيطلع على الشجره ويجرب ثاني خد بالك، وهيفضل يعمل كده مش هيطلع له شيء ريش ابدا، ومش هيطلع له بلا. ده التطور اللي احنا بنعترض عليه، اللي هو من الموليكيول للمان. لكن التطور بمفهوم التطور الأفقي أو التغيير داخل الجنس الواحد، ده مقبول طبعاً. طبعاً وده مسموش تطور، ده تنوع أو acclimatization، بيتأقلم مع الجو اللي هو فيه. وده صح. الرب في سفر التكوين لازم نقرأ كلمة الله بكل آمين. احترام آمين. لأنها كلمة دقيقة. نعم. فالرب بيقول خلق كأجناسه 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 في الجنس في الجنس الواحد في تغيرات داخلية. صح. نعم. لكن لما نخرج ما فيش من جنس، الجنس يتحول. صح. والحقيقة حكينا مرة أنه التأقلم هو نعمة من نعم الله، بالتأكيد. لأنه لو ما كان في تأقلم يمكن كلنا، يعني هلأ بخصوصي بهالأيام الناس عم بتهاجر من أفريقيا مثلا للقطب، هاد كيف بده يقدر يعني، وجيل بعد جيل بيبلش بيتأقلم شوي وشوي الجسم، والطيور بتروح من بلد لبلد وإلا كانت فنت الخليقة كلها. بالتأكيد بالتأكيد. والشيء اللي بيخطر على البال أنه وقت حضرتك قلت أنه هو مثلا العصافير المنائيرة قصيرة ماتت لأن ما قدرت تأكل، طبعا هو كل عصفور له غذاء مختلف عن الثاني. هذا بيخلي يجي للبال أنه لو نظريته صحيحة كان المفروض أنه هلأ يكون عنا عصفور واحد بكل الأرض، أو مثلا بأستراليا أو بسيدني نوع واحد، نوع واحد. ليش عنا لسه عدة أنواع بالزبط. وأكلة مختلفة وأشكالها مختلفة لأنه كجنسه الله خلق الطيور وكل مجموعة منها زي الفينشز مجموعة ليها أشكال مختلفة لأن عندها الشفرة الوراثية اللي تقدر تطلع الأشكال المختلفة. آمين. نشكر الرب. قبل ما ناخد فاصل ونسمع ترنيمة نرجع لعندك أخ مازن. قلت أنه داروين جمع الطيور. نعم. وحكى الأخ ناجي عن المنائير. نعم. وبعدين جابها كلها لبريطانيا. نعم. طبعا في أفكار عنه وعن عائلته. نعم. وعصره بهذاك الوقت. نعم. وشو تأثيره على. نعم. النظرية. طبعا أنا حبيت للإخوة المشاهدين الكرام سبب الاعتراض للناس المؤمنين اللي قارين الكتاب المقدس وعلماء أيضا وما بيؤمنوا بكلام داروين. السبب في الحقيقة نقرأه في هذه الآية. الله في الكتاب أحبائنا قال عن الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. فهذا الحقيقة التعليم الكتابي الصحيح، إن الله منذ البدء خلق كل الكائنات وأيضا خلق الإنسان ذكرا وأنثى. لا يوجد هناك تطور، لا يوجد هناك يد للطبيعة اللي هي غير عاقلة على الكائنات اللي هي العاقلة مثل الإنسان أو حتى على الحيوانات في تغيير المواصفات فيها. طبعا ممكن أخونا المحبوب الأخ المخرج بيشوفنا بعض الصور عن عائلة داروين بعد ما رجع. بنشوف صورة لبيت داروين، هذه صورة داروين أحبائنا في أيامه الأخيرة. وننتقل بالتتابع الصورة اللي بعدها، بنشوف أنه هذه صورة في البيت جالس مع زوجته المدام، وعنده في 5 أولاد. ونشوف أنه كان بيدرس، هذه الصورة عن بيت داروين في بريطانيا.
والآن يستخدم كمتحف، الناس بتروح بتزور فيه، وبنشوف الصورة اللي بعتها أنه بمجرد رجوع داروين تطلع إلى أخوه واكتشف أنه في فروقات بالشكل بينه وبين أخوه، وبعدين نشوف أنه الصورة اللي بعدها تطلع إلى أولاده الأربعة اللي بقوا على الحياة، وطبعا شاف أنه نصف مواصفاته هو الوراثية انتقلت إلى الأولاد، والنصف الثاني اتت من زوجته. وأيضا عندما تطلع إلى الأولاد الأربعة شاف أنهم كل واحد بالصورة اللي بعدها مختلفين عن بعض، فهو عرف فيما بعد أنه لابد أنه الآباء ينقلوا المواصفات لأولادهم. ولكن إجا فكر غريب بأنه الطبيعة هي اللي بتغير وبتساهم في تشكيل الناس، وكأنه لا يوجد هناك إله حي خالق للأمور، ولا يوجد هناك ضابط ومتحكم في كل إنسان. ننتقل للصورة اللي بعدها. في وقتها طبعا في بريطانيا بسبب الانتعاش والازدهار الحضاري كانوا الناس بيحبوا يجيبوا كلاب كثيرة في بيوتهم، ونشوف بالصورة اللي بعد أنه طبعا إلى هذا اليوم أنه بيحبوا يزوجوا الكلاب وينتجوا كلاب صغيرة وكلاب سريعة وكلاب للصيد وكلاب للحراسة. وننتقل إلى الصورة اللي بعدها على سبيل المثال، أنه الصورة اللي بعدها أيضا فيعود يفكروا كيف نقدر نعمل كلب يكون نحيف وسريع حتى بيجيب الصيد والطيور. ونشوف الصورة اللي بعدها بيعودوا يقولوا نزاوج نوعين وبيطلع نوع ثالث منهم. هذا الفكر دخل أيضا في عقل داروين، قال إذا نحن بما أن الطبيعة بنقدر نزاوج الأجناس وبننتج أجناس جديدة، هذا معناته أن نظريتي صحيحة، الطبيعة بتخلي الكائنات تتزاوج وبتقدر تنتج أنواع وأشكال جديدة وبتطور حالها من شيء إلى شيء إلى شيء. طبعا في فكر آخر إتا أنه وقت اللي طلع إلى الطبيعة شاف أن في شراسة عظيمة في الطبيعة، والحيوانات تأكل بعضها، مثلا النمور بتهجم على الحيوانات في الغابات، وحتى في البحر أيضا أسماك القرش تهجم وتأكل بعضها البعض. فانتبه أن في بعض الحيوانات مثل ما بنشوف بالصورة لديها أشواك طويلة تمنع الحيوانات الأخرى تهجم عليها، فقال إذن معناته أنه هذول قالوا حتى نقدر نمنع الأعداء يهجموا علينا بنطلع هالأشواك وبنقدر نبقى نعيش. فإذا هي وسيلة للبقاء والارتقاء، لكن إذا كان الإنسان نفسه مش قادر يطور نفسه، فكيف هالحيوانات اللي بالبحر قادرة أنه تطور نفسها؟ بنشوف الصورة اللي بعدها أيضا عن حيوانات أخرى، هذا نمر يهجم على الحمار الوحشي في الغابة، هو طلع وشاف مثل هالأمور. والصورة اللي بعدها أيضا أنه في القطب الشمالي الدبب من أنواع مختلفة تهجم على بعض، وخصوصا الذكر بيحاول أنه يكون هو قائد في مجموعته. ونشوف الصورة اللي بعدها، وصل إلى في القرن الثامن عشر أحبائنا أنه كانوا في اهتمام لأول مرة بسبب وجود الميكروسكوب البسيط، أنه كانوا يحطوا البيوض الملقحة للحيوانات ويعودوا يتفرجوا عليها، وكان هذا يعتبر قمة العلم في هذاك الزمان. فهذه بيضة الآن تحت المجهر وكان هو يتفرج عليها. والصورة اللي بعدها راح نشوف أنه جمع أربع بيوض ملقحة للعلم في علم الأجنة وقعد يتفرج عليها. وإذا بتشوفوا في أربع الآن أجنة، واحد لإنسان، واحد لسمكة، واحد لسلحفاة، وعندما اطلع لإلهم قال هذول قريبين الشبه لبعض، معناته أنه أصلهم من واحد. فالآن طبعا هذه هي النقطة اللي وصلنا لإلها، آخر مرحلة أنه قعد يتفرج للأجنة، ورح نشوف فيما بعد كي شو هو موضوع هالأجنة اللي عملت معه. إيه أعزائنا، قبل ما نتوسع بموضوع البيوض والأجنة، هو موضوع ممتع، نسمع ترنيمة ونرجع مرة ثانية للبرنامج. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية في بصمات الله في الخليقة، ومعنا مثل ما قلنا الدكتور ناجي اسكندر،
وبتمنى انه تسمعوا مظبوط، لانه الاخ ناجي عم بيحاول يركز شو اساس نظريه داروين. يعني نحن هلا بنسمع نظريه داروين شو التطور، بس ما حدا بيرجع وبيفكر يا ترى بنى نظريته على اي اساس، شو كان مستوى العلم بايامه، شو كان عنده من امكانيات علميه، من مجاهر، من اي شيء تحاليل حتى بنى هالنظريه عليها. فهلا رح نتوسع بنظريته يلي بناها على اساس الاجنه والبيوض، فاذا ممكن دكتور ناجي تحكي لنا بهالموضوع. تمام. في وقت داروين ما كانش في علم الجينات معروف، لا، لانه جه بعد كده من ماندل، هو اللي عمل علم الجينات. نعم. فهو ما كانش يعرف عن الجينات وازاي بتتعامل وبتشتغل مع بعضها. فدرسوا علم الاجنه، فبص لقى لما جاب أجنة من السمك الملقح ومن البرمائيات ومن الإنسان، لقى في منظر زي ما يكون خياشيم في الأجنة. نعم، ممكن نشوف أخونا المخرج بيحط لنا أيضا صورة حتى يكون الشرح يعني الناس بتشوفه وتطمئن أنه هي مثل ما أنت بتقول الحقيقة كما هي. تمام يا أخي. فأخونا المحبوب المخرج الصورة أيوة نعم، هذه الصورة بتشوفها الآن، هي عبارة عن أربعة من الأجنة مختلفة مثل ما قال أخونا المحبوب الدكتور ناجي. تمام. فتفضل لو سمحت. تمام. فلما شاف الخياشيم اللي فيها دي قال لك دي زي الخياشيم بتاعت السمك. نعم. فقال لك ان احنا كنا بنبقى سمكة وبعد كده بنطلع. لما درس علم الأجنة مظبوط لقوا ان دي حاجة اسمها البرانكيال ارشز وملهاش اي علاقة بالتنفس بتاع الجنين بالمرة. نعم. دي بتطلع حاجات في الرقبة عندنا هنا في بعض الغدد، والحاجات دي بتطلع من البرانكيال ارشز دي. نعم. فدي ملهاش اي علاقة بالتنفس لان هو ما كانش عنده المعلومات الكافية. تمام. بص عليها في الشكل الخارجي بيسميه المورفولوجي. نعم. بص عليها من برة. نعم. وقال لك ان دي منظرها زي الخياشيم، يبقى احنا جينا من سمك. نعم. والسمك تطور وكلنا من مصدر واحد وده كل اللي موجود ولازم نقبله. نعم. طبعا لما العلم تقدم درسنا هذا الموضوع. ففي واحد اسمه ارنست هيكل صور هذه الأجنة. نعم. وحطها لان داروين ما كانش بيقدر يصور، فدوكها رسم له الحاجات دي. نعم. وابتدت تدرس في كتب العلوم. نعم. على أساس أنه ده العلم الحديث في الوقت ده. نعم. وللأسف لازالت هذه الصور بتاعت هيكل. نعم. موجودة في بعض كتب البيولوجي. نعم. بتدرس لأنه ما حدش شالها. صح. المفروض دي تتشال بالكامل. نعم. لأنها ضد العلم الحديث. نعم. اللي أكد أن البرانكيال أرشز دي ما هياش خياشيم بالمرة ولا علاقة لها بكده. نعم. في تشابهات في الأجنة، لكن ده منطقي لأن الإله اللي عمل جسمنا ممكن يستخدم نفس البروتينات. صح. عشان يعمل نفس الحكاية. كأني مثلا إيه، خلينا نفكر في الدي إن إيه وكده كأنه لانجوج، كأنه حروف. نعم. فمثلا في اللغة الإنجليزية في 26 حرف، بس صح. تقدر ترتبهم وتحطهم في جمل ملايين الجمل. نعم. صح. تمام. نعم. مش معنى ان انا استخدمت الحروف ان دول كلهم جايين من حاجه واحده، ده صحيح. لازم يبقى في مصدر ذكاء عشان يعملهم. صح. صح. تمام. فكون ان في تشابه في الاجنه ده مش مشكله ابدا. ليه؟ لانه الرب اللي بيصنع بيصنع بنفس المكونات. صح. حاجات مختلفه. نعم. يعني لما الله هيخلق في جسمي البنكرياس عشان يطلع الانسولين، والقرد محتاج انسولين برضو. نعم. ممكن يكون نفس البروتين اللي بيطلع لي الجينات اللي بتطلع البروتين في جسمي بتاع الانسولين زي بتاع القرود. صحيح. ده لا يعني ان انا جيت من القرد. نعم. لا بتاتا. نعم. بالعكس يبين على ان البناء اللي بنى القرد او الانسان وكل الكائن هو واحد. بالضبط كده. امين. زي مثلا لما تقول ايه، واحد بيبني قصر وبيبني. صح. بيت. صح. تمام. في ستايل للبناء. نعم. صح. صح. لما تروح برشلونه مثلا. نعم. تلاقي في ستايل للبناء بتاعهم. نعم. تمام. صح. ممكن يبني بيه كاتدرائيه، يبني بيه قصر، يبني بيه بيت، يبني بيه كوخ. تمام. لكن المواد الديزاين واحد. ايوه. والديزاينر واحد والمواد موجودة. نعم. وبيشكل منها ويعمل منها أشكال مختلفة حسب. نعم. الطلب. أما نحن جينا كلنا من التراب. Exactly. والعناصر الموجودة بالتراب نفسها الموجودة بأجسامنا. بالضبط كده. ولا نزال Exactly. ولا نزال ناكل من الفاكهة اللي طلع من التراب. بالتأكيد. فمثل ما قلتوا يعني هي سيركل الرب خلقها بشكل محكم. طبعا. وبشكل رائع وكله حكمة. نعم. وكله يكمل بعضه. بالتأكيد. بالتأكيد. طبعا بس حبيت أخت لما أن أمكن الأخونا المخرج بيبين
الصورة اللي نشوفها الآن أحبائنا المشاهدين عن متاحف طبعا وضعت في بريطانيا وأيضا في الدول المتقدمة حتى في أمريكا في كل الولايات بنشوفه بكندا وأستراليا، وطبعا يضعوا تمثال لداروين مثل ما بنشوف بالصورة، وحتى بنشوف بالصورة اللي بعدها أيضا نشوف هذه متاحف عظيمة وضعت في بريطانيا وزعت في كل المدن تقريبا وخصوصا في المنطقة اللي هو كان ولدان فيها، وبيجيبوا الأولاد من المدارس وهم بعمر صغير وبيمرؤوهم بهذا الباث الطريق اللي موجود، وبيحطوا العظام والمتحجرات إن كان طبعا عظام لديناصورات أو حيوانات منقرضة أو حتى موجودة الآن. فطبعا هذه المعلومات تنطبع في عقول الأولاد هم صغار، ومن يكبروا هم يكونوا مدرسين فيدرسوا الجيل اللي بعدهم معلومات داروين ذاتها. فهذا العملية كلها صارت غسل بمعنى أو يعني بناء لأفكار خاطئة في كل تقريبا الأجيال اللي بنشوفها الآن. وطبعا مثل ما بتعرفوا أحبائنا المشاهدين كلما الإنسان يبتعد عن حياة الروحية، لأن الله هو روح، فعندما يعيش في الأمور المادية فقط ينحدر شيئا فشيئا فشيئا ويبتعد عن الله أكثر، وبيصير عنده روح الكبرياء أنه أنا بعرف وعندي معرفة وعندي نظريات. لهذا هو السبب أن المجتمع ضاعت وفقدنا تقريبا الصلة ما بين الأجيال. طبعا هذه الصور أحبائنا ممكن نشوف أيضا صور اللي بعدها أنه حتى في علماء بمثل هذه عالمة من جامعة لندن، وكلهم أنا متأكد أن الأكبر منهم علموهم نفس التعليم وهم مشوا بنفس الطريق، فصار صعب الآن أنه يعودوا ويتعرفوا على محبة المسيح في الكتاب المقدس. نعم مظبوط. أخ مازن بتحب تعطينا مثال عن حكمة الله؟ نعم، ممكن أيضا نشوف حتى نبين أحبانا على أن الإنسان في الحقيقة يعني إذا وصارت الفرصة حتى نقدر نتعرف على كل العلوم اللي موجودة على الأرض إنها مثيرة للعجب. ويعني من الأمور الغريبة اللي بحب أقولها إنه إذا أتيح الفرصة حتى إنه الإنسان بيعرف مثل أمور الفضاء مع أمور جسد الإنسان مع الكائنات، علم الفيزياء الكونية، يتعجب فيما بعد إنه بالفعل في هناك إله حكيم وأمين ضابط لكل الأمور. ورح نشوف الآن بعض من الاكتشاف الحديث الآن بنستخدمه عرفناه بسبب إنه الله وضع قانونه ونحن اكتشفناه فيما بعد. تحبي أوكي. الأخ ماجد أخ لا المكالمة وقعت. أوكي سوري. فإذا أيوة فإذا تقدر تكمل رجع. أوكي أخ ماجد أهلا وسهلا فيك. أخ ماجد مرحبا بك وتحية للضيوف. سمعني سمعانينك تفضل أخ ماجد أهلا وسهلا فيك. ألو أيوة سمعاني كده. يا سمعانينك. أختي لما مرحبا بيكي وتحية للضيوف الدكتور ناجي اسكندر والأخ مازن دخيل. أهلا وسهلا فيك. نشكر ربنا على طرح الأمور العلمية. الرب يسوع أعطانا الحرية حتى نسأل ونتعلم. آمين. نكون ناميين في كل شيء وفي المعرفة. آمين. عندي سؤال. آمين. عندي سؤال للدكتور ناجي. تفضل. لماذا أهمل شرح الأمور العلمية في الكنائس لسنين طويلة وأهمل الفكر العلمي؟ المفروض أنه يبقى مرتبط بالناحية الروحية. الجيل الجديد محتاج للإجابة عن أسئلة كثيرة في هذا الفيلد، يعني في هذا الموضوع. صح. قضية أيضا لي تعليق على الأخ أيمن اللي اتكلم الحلقة الماضية. أيوة. وقال كيف يسمع الرب يسوع بإرسال الأغنياء إلى الجحيم؟ يعني هو بيعتقد إن ربنا كان ضد الأغنياء. صحيح. هو قال كده إنه الرب يسوع ما بيحبش الأغنياء. رأيي إنه هو ما تعرفش على محبة المسيح، ويعني المفروض محبة المال بتخلي ناس كتير يعني بعيدة
عن علاقتها بربنا، يعني صحيح. بينخرط في اتجاه ما بيحاولش يجمع بين الاثنين، بين الشغل وبين علاقته بربنا. صحيح. طبعا المفروض ان احنا نصلي الناس، الناس يعني اللي في الشرق العربي او في الشرق الاوسط، نعم، نصلي لهم امين، ونصلي للمسلمين عشان يتعرفوا على محبه المسيح امين، ويؤمنوا بفدائه على الصليب امين. في نقطتين كنت عايزه، انا متابع الموضوع شويه، ايوه، في بالنسبه لتشابه الاجنه، في تشابه توأم بالشكل، يعني بيبقى في توأم متشابه وتوأم غير متشابه. صحيح. توأم لكن حقيقي، لأن كل واحد ليه شخصية. نعم. كل صح. واحد ليه شخصيته. وفي برضو ملحوظة، يعني في آية بتقول إن القلب ينفق المحبة تبني. فطبعا نعم. يعني العلماء اللي زي مندل، عكس داروين، داروين كان بيهتم بالعلم بس، مجرد علم صح بس، ما نعم. كانش بيجيب حاجه من عنده يعني، نعم، غير العلم صح. فطبعا ده بيولد علم، يعني ما بيولدش حاجه في اتجاه كويس يعني. نعم صح. وربنا يبارككم. شكرا لسؤالك. شكرا لك وربي يباركك يا احمد. شكرا لك. الحقيقه انه احنا مش ضد العلم، احنا المسيحيه مع العلم، ومن غير المسيحيه والايمان المسيحي مش هيبقى في علم، لانه في مصدر للقوانين. العلم نوعين، العلم التشغيلي او التجريبي اللي بنشوفه في المعامل، ده هو العلم اللي احنا بنعمله، سواء الملحد او المؤمن بنجد نفس النتائج. احنا مختلفين على علم الاصول، ازاي بدات الحياه. فإحنا بنؤمن إنها بدأت من خلال قوة الله الخارقة للطبيعة والقادرة على الخلق كما ذكر في سفر التكوين. لكن الناس الملحدين بيبدأوا بيقولوا إن ما فيش الله وبيحاولوا يفسروا الكون، فده مش ممكن. ذكرت حضرتك التوائم، في توائم identical twins و non-identical twins، اللي يكون من بيضة واحدة ملقحة وبعدين تنقسم، دول بيبقوا identical. وحتى وهم identical الفينجر برينت بتاعهم مختلف، فهم ايدنتيكال في كل حاجه ما عدا الفينجر برينت بتاع الثم بتاعهم. اللي جايين من بويضتين ملقحين ممكن يكون في ولد وبنت، يكونوا مختلفين تماما. تمام. الحاجه الاخيره اللي حضرتك، او الاولى اللي انت ذكرتها، هو لماذا اهملنا هذا الموضوع. الحقيقه نشكر الرب ان في دلوقتي نهضه في هذه الطريق عشان نتكلم عن العلم والكتاب المقدس. صحيح. وده شيء مهم جدا جدا. اللي حصل الكنيسه في القرن ال17 وال18، لما بدات افكار الملايين السنين تدخل وابتدت افكار النشوء والتطور، قالوا طيب تعالى ما نحط الملايين السنين دي في الكتاب المقدس ونحشرها ونقول الايام دي حقبات، برضو ده مش هينفع لان ترتيبها مختلف. نقول ان نحطها بين عدد واحد واثنين في سفر التكوين، ونغرس ملايين السنين بتفجر كل فكر الفداء وكل فكر الخليقه. فاحنا محتاجين نراجع كل الكلام ده وندرس الكلام ده في الكنائس ونكون واضحين جدا، لأن اللي بيدرس في المدارس هو عكس هذا الكلام بالضبط. ونصيحتي للطلبة في المدارس إنهم يجاوبوا ويقولوا يقول علماء النشوء والارتقاء ويذكروا النظرية. تمام. ليه؟ لأنه في المدرسة الهدف هو إمكانية تحصيل الطالب للعلم. لما يكبروا ويعملوا PhD ويبقى عندهم حق المناقشة، يقدروا يقدموا القضايا اللي احنا بنتكلمها. صح. لكن في داخل قلبهم، اقتناعهم الداخلي يكون بكلمة الله الصادقة المبنية على العلم الصحيح. صحيح. أمين. وده شيء مهم جدا. وبنصلي من خلال البرنامج ده وبرامج أخرى ان الرب يستخدمها. أمين. عشان أمين. نوضح الحق، لأن الحق يحرر. أمين. أمين. أعزائنا، مثل ما حكى الأخ ناجي، والأخ ناجي على فكرة عنده برنامج رائع اسمه الخليقة تجيب، بتقدروا تروحوا على اليوتيوب وتحضروا الحلقات كلها، يمكن في 52 حلقة بتقدروا تشوفون ورح تستفيدوا كتير، وفصلوا بين ما بتسمعوه من نظريات وبين الأمور الروحية، لأنه العالم حوالينا والشيطان بيحاول بده يدخل كل شيء ببعضه لحتى يشوش ويخرب. بس خلي عندكم حكمة ودرسوا الأمور اللي بتسمعوها مظبوط، وخلوا عندكم رأيكم المستقل. ما في داعي إذا كان عالم قال شيء إنه نركض وراه مثل الأميان. وعلى فكرة أغلب في علماء كتير كتير عظماء جدا مؤمنين طبعا. وأول علماء اكتشفوا أي شيء على الأرض كانوا مؤمنين. إذا بترجعوا للتاريخ بتلاقوا إنه الاكتشافات الأولية كانت لعلماء كانوا مؤمنين،
وبيعترفوا انه بمساعدة الله اعطاهم الحكمة، وحتى يعني في بعض منهم بيقولوا شفنا رؤى والرب اعطانا الفلسفة المعينة هي والعلم هذا. فما بظنوا انه مثل ما حكينا قبل كلنا عنا عقل وكلنا عنا ذكاء، حتى لو كان عالم اذا هو تقدم بالدراسة واشتغل بهالمجال ما معناته انه هو اذكى منك. وهلأ نشكر الرب على التكنولوجيا اللي عنا، بتقدر تروح على الانترنت، بتقدر تقرأ، بتقدر تتثقف، موجود بكل اللغات، وبتقدر تشوف لنفسك هالشي صحيح ولا ما هو صحيح. نرجع لك يا أخ مازن. على الاكتشافات الجديدة بسرعة. حتى نرجع بعدين للدكتور. إذن أحبائنا المشاهدين، الحقيقة في كل يوم وشيء ممتع وقت الإنسان بيكون أيضا عميق في الأمور العلمية وعميق في كلمة الرب، لأن الاثنين مربوطين ببعض. هناك خالق عظيم وأمين مثل ما ذكرنا، هو يحب كل الناس ولهذا هو بيقدم لنا المعلومات. ممكن أخونا المحبوب المخرج بيحط لنا الصورة عن العالم الفرنسي بينوت، اللي صورة عالم فرنسي بمجموعة صورتين الأولين عن هالعالم الفرنسي اللي خلال الحرب العالمية الثانية كان موجود. طبعا هذه الصورة أحبائنا بنشوفها لمحرك الطائرات اللي بتطير في العالم وكل الناس بتستخدم الطائرات. كنت أحب أنه أول شيء بذكر أنه هالمحرك بيحتاج إلى سنين طويلة من مهندسين وعلماء في الرياضيات حتى بيبنوا الستركتشر أو البناء الداخلي. وممكن نشوف صورة أيضا للمحرك موضوع في مكان البحث. طبعا نحن كمهندسين وعلماء ما بنحب نجرب شيء محرك بفترة قصيرة وبنحطه في طائرة وتسقط والناس بيموتوا. الحياة جربتنا من تجارب لسنين طويلة إنه بنجيب القوانين الفيزيائية والرياضية، وفيما بعد يجتمع مجموعة عظيمة من مهندسين إلكترون مع كهرباء مع ميكانيك وكيميائيين، ويشتركوا في صناعة محرك مثل ما بتشوفوا بالصورة، ويجرب لساعات طويلة ويوضع تحت ظروف قاسية وصعبة لسنين. وعندما نحل كل المشاكل يؤخذ هذا المحرك ونستخدمه في صناعة الطائرات. في الحقيقة أن كل التصاميم اللي بتشوفوها سواء كان مركبات للفضاء أو أقمار صناعية أو سيارات أو أي شيء، الأمور تأخذ سنين من البحث حتى تتطور بهذا الشكل. ونفس الشيء الكائنات اللي هي البشرية اللي نحن أول كائنات على الأرض، يعني لا يمكن أنه نقبل من داروين أو أي واحد بيقول أنها هي لوحدها تطورت بهذا الشكل وهي لوحدها انتصرت على الطبيعة وعملت منقار وعملت تغيير داخلي وطورت نفسها. هذا هو الصورة يا أحبائنا عن واحد من الاكتشافات الآن اللي تستخدم وعرفناها عن طريق عالم فرنسي تشوفوه بالصورة، كان موجود على وقت أنه هتلر كان طبعا مسيطر على باريس في فرنسا ولم يجد مكان للعمل، وهو عالم مشهور في الرياضيات وانتقل بالصورة اللي بعتها إلى أمريكا وصار عالم مشهور في جامعة ييل من الجامعات اللي مشهورة في الولايات المتحدة، واكتشف بمعادلة رياضية عن إن تصميم الجبال لوحدها وتصميم الأشجار لوحدها، اكتشف معادلة رياضية العين الناس العاديين مش قادرين يشوفوها، لكن نحن بعلم الرياضيات ممكن نشوف أمور عظيمة الله الخالق الوحيد عملها بترتيب وبنظام. من استخدام هذه المعادلة الرياضية نشوف الصورة اللي بعدها، طبعا صور لأن الرياضيات هذه المعادلة ممكن تنتج صور اللي أنتوا بتشوفوها قد تكون صعبة عليكم، لكن فيما بعد هذه المعادلة الرياضية اكتشفنا فيما بعد أن هذه الصورة إلى الكلية وفيها مقاطع بتبين الشرايين والأوردة وحركة الدم فيها، لكن عند دراستنا لمقاسات الشرايين والأوردة فيها لاحظنا بأن نفس القانون اللي الله وضعه في خلق الجبال وخلق الأشجار هو موجود في كلية الإنسان.
وعندما انتقلوا لاحظوا بأن نفس المعادلة الرياضية بنشوفها فيما بعد اكتشفوا أنه موجودة في أجهزة أخرى، على سبيل المثال في توزيع شرايين اللي تغذي الإيد الإنسانية، وكيف أن الله بحكمة عظيمة وزعها حتى تقدر توصل الدم والغذاء إلى إيد الإنسان ويقدر يستخدمها. وبنشوف الصورة اللي بعدها أيضا أن نفس القانون الرياضي هو نفسه عامل في قلب الإنسان وفي نبضات الإنسان. ونشوف أيضا بالصورة اللي بعدها الاختراع اللي قدرنا نستخدمه أن نفس المعادلة قدرنا بها كعلماء بالرياضيات والهندسة الإلكترونية والاتصالات نستخدمها ونصنع الموبايل فون اللي الآن منتشر في العالم كله. نفس المعادلة الرياضية استخدمناها، ونشوف بالصورة اللي بعدها الدائرة الإلكترونية الصغيرة اللي موجودة في الموبايل فون اللي تنتقل فيها المكالمات وتقدر تحكي وتقدر تسمع إنسان بقارات أخرى. هذا بيدل أحبائنا على أنه الله الخالق الوحيد صانع كل شيء وكل الأمور بإيديه، وهو إله حكيم ورائع للغاية. ننصحكم أنه تعودوا أحبائنا للكتاب المقدس وتأخذوا ربنا يسوع المسيح مخلص في حياتكم. آمين. يعني لو داروين كان يعرف رياضيات وشاف نفس المعادلة كمان كان حولها إلى شيء. أيوة. معنا الأخ سامر من سيدني. مرحبا أخو كلمات، سلام المشي. أهلا وسهلا. سلام المشي. أحييك أحيي ضيوفك دكتور ناجي والأخ ماجن دخيل. أستاذ ماجن الرب يباركك وشكرا لمحبتك أخي المحبوب. حبيت أساهم بالبرنامج يعني. نعم. احنا نعترف انه موجود في خالق عظيم. نعم. يدير هذا الكون كله. نعم. وكل الكواكب والمجرات تمشي في مسير محدود ومقيوس. نعم. ومتوازن ومدة زمنية محسوبة. نعم. فهذا ما الكون ما وجد عبط يعني. صح. يعني في لازم خالق انه يدير هذا الكون. نعم. صح. وحتى الارض يعني الانهار. نعم. بتنساب بجريان. نعم. مدروس ومحسوب. نعم. وكل كل الظواهر الموجوده على الارض. نعم. من حيث المحيطات والمد والجزر والجاذبيه والرياح كلها محسوبه ومدروسه. نعم. هذا الخالق العظيم. نعم. فما نقدر احنا ناخذ نظريات. نعم. من هنا وهناك نظريات بس يعني موجوده بس على التجربه يعني. نعم. لازم تكون تجربه وبرهان يعني. صح. يلتصق البرهان مع التجربه يعني. بالتاكيد. فاحنا بالقديم يعني من ندرس التوراه والكتاب المقدس انه هناك معجزات عظيمة حصلت يعني بالتاريخ. صح. نعم. منها شق بحر البحر الأحمر. نعم. وشعب الله إسرائيل يعني خرج من أرض مصر أرض. نعم. العبودية. صح. إلى أرض إسرائيل أرض. صح. الموعد. نعم. صح. وفي كثير من معجزات حصلت بالتاريخ سدوم وعمورة. نعم. صحيح. نعم. فهذه حقائق تاريخية يعني. نعم. ثابتة وواضحة لأكثر الناس يعني. نعم. وما حدا يقدر ينكرها يعني. طبعا. وبالحقيقة كل يوم أخ سامر كل يوم الإنسان إذا بيطلع كيف إن جسده بيشتغل وممكن دكتور ناجي. نعم. ممكن. أنا جاي معك أخ ماجن. نعم. وهذه نقطة. نعم. أيوة. أنا صراحة صار معي حادث بالشغل. نعم. انقص إصبعي الإبهام. أيوة. بالمشين يعني. نعم. مشين. نعم. انقص إصبعي. فعانيت من عنده سنتين عشان يرجع لشكله الطبيعي لأنه في أعصاب دقيقة. صح. وفي خلايا. نعم. والعظم يعني مش من السهل انه يبني نفسه. نعم. ويلتصق ويلتحم. صح. فعانيت منه فانا مرات بصفن واشوف الناس اللي قاعدوا مثلا يقتلوا الناس. صح. واللي يمثلوا بالجثث. صح. واللي هذا الانسان اللي الله اعطاه كرامه واعطاه معرفه. نعم. واعطاه علم انه الانسان يلعبوا به مثل الكره بالرؤوس
وما في ما في يعني كرامة لهذا الإنسان. ما في ما في ما في احترام لهذا الإنسان. أنا أتعجب على بعض الناس ويعني إنه يتصرفوا بالأجساد البشرية اللي خلقها الله على صورته وبهذه الطريقة البشعة. صح. من أحبائنا المسلمين السنة أو الشيعة، الشيعة اللي بيجرحوا نفسهم. لأنه مات إنسان قبل 1400 سنة ويعني بيأذوا أنفسهم. صح. وما يعرفوا محبة الله العظيم، محبة المسيح اللي فدى نفسه على الصليب لأجل جميع الناس. صحيح يا أخ سامر. معك الحكي مظبوط، بس عندك شيء سؤال بيتعلق بالخليقة والنشوء والتطور؟ بالخليقة والنشوء والتطور احنا ما نقدر ان نجزم انه داروين هو صحيح. صح صح كلام استاذ ماسن حكي قبل فترة، انا اتصلت فيه بالحلقة الماضية. قال لازم لانه جميع العلوم متشعبة ومتفرعة ولازم يتفقوا العلماء بجميع الاختصاصات على نظريه ثابته. صحيح. هذا الشيء ما راح يكون موجود يعني. صحيح مثل ما حكى الدكتور ناجي. والبدايه هي غلط وبنى كل شيء على بدايه غلط، فهو بالحقيقه منهار يعني، بس الناس لازم شوي تشطح. شكرا كثير على اتصالك يا اخ سامر، ومبسوطين نسمع صوتك والرب يكون معك. معنا الأخ أيمن من فرنسا، تفضل أخ أيمن. ألو مرحبا. أهلا فيك، تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، أول شيء أنا أشكركم على هذا البرنامج المميز. شكرا. ربي يباركك. شكرا. أنا الأخ مازن الحلقة الماضية طلب مني أجيب الإنجيل وأقرأ الإنجيل، وأنا بصراحة جبت الإنجيل. وفتحت الإنجيل وقرأت أول ثلاث آيات، عايز أقرأها وأتمنى منكم الرد. يقول انه في اول سطر التكوين يقول ان الله يعني قبل كل خلق كل شيء، انه قبل خلق كل شيء، قبل خلق الكواكب والنجوم والشمس والسماوات والمجرات، قبل كل هذا كله يقول انه كانت فقط موجوده الارض، كانت الدنيا مظلمه على وجه الغمر ظلام، وروح الله بتلف على وجه الميه. طبعا انا يعني معلش انا يعني بصراحه انا ابحث يعني كاتب سطر التكوين لانه صور هذا الاله وكأنه يعني لوح من خشبة بيطفو على سطح المياه. لا، كاتب سطر التكوين يا أستاذ الفاضل لم يشرح لنا من أين جاءت المياه، لأنه لا يعلم كاتب سطر التكوين أن المياه مركب أصلا من النيتروجين والهيدروجين، ولا يمكن أن أتحقق ذلك يا أستاذ إلا بوجود النجوم اللي راه ربك خلقها. طيب سوري أنا بس لو سمحت أخي أيمن، يعني أول شيء الماء يتكون من هيدروجين ومن أكسجين، ذرتين أيوة، ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. والشغلة الثانية يعني طبعا إن شاء الله الرب يعطينا فرصة حتى نحكي عن موضوع هذا الشيء. طبعا أنا ما بعرف يعني، يا ريت لو تقول لي اختصاصك، هل أنت دارس جامعة مثلا حتى أقدر أجاوبك بالطريقة العلمية اللي مناسبة؟ هل أنت مخلص جامعة لو سمحت؟ أنا مخلص طبعا، أنا بس مش دراسة في الأمور هذه، أنا دراسة أخرى، أنا في أمور الإلكترونيات. أنا لي سؤال عن النور، لأن الله يقول إنه خلق النور. النور يا أستاذ الفاضل خلق، يقول إنه النور أصلا نور الظلام، مصدر النور والظلام هي الشمس، مع إنه هذا الإله. طيب اخ ايمن، هلا نحن فهمنا عندك سؤالين من ناحيه الخليقه. اول شيء من اين اتى الماء قبل، لانه انت باعتقادك انه لازم النجوم تخلق قبل لحتى يتشكل الماء، والسؤال الثاني انه النور قبل الشمس، ما هيك؟ النور والظلام مصدر الشمس. انا بقول انه الله لما خلق قال ليكن نور، ففصل بين النور وبين الظلام. السؤال الاخير انه الله طبع الجلد، طبعا كاتب سطر التكوين لا يعلم ما هو الجلد، لا لم نجد اي اساس له هذا الجلد، لكن اكتشفنا بالاخر انه الجلد. طبعا هو الغيوم وليس اي شيء اخر. شكرا لكم. والتوضيح مثلا للدكتور ناجي، الملحدين لا يؤمنون بالاله ابراهيم فقط، الاله الاديان الرئيسيه الثلاثه هو الاسلام والمسيحيه واليهوديه، هم لا يؤمنون فقط بهذا الاله، هم الههم فقط. إذا اعتبرنا أن هذا فيه إله كما يقولون فهو هذا الكون اللي احنا عايشين فيه. أما الافتراء لبني إسرائيل على أنه إله إسرائيل ومش عارف إيه وشعب الله ومش عارف الله، هذا كله افتراء بني إسرائيل كما يقولون
الملحدين. أنا أشكركم وبارك الله فيك. شكرا. الرب يباركك ورح يجاوبك. تخليك معنا والدكتور ناجي رح يجاوبك على سؤالينك. تمام. تفضل. النور، خلق النور، النور مختلف تماما عن إنه مصدره الشمس. في الثلاث أيام الأولى الرب خلق النور، وزي ما تعرف حضرتك إن النور عبارة عن فوتونز يعني بارتيكلز، وعبارة عن ويف. وإنت بالليل لما تبص في السماء بتشوف نجوم منورة لكن ما فيش شمس، فالشمس مش هي مصدر النور، هي الشمس والقمر لحكم النهار وحكم الليل. صح. فالرب خلق النور في اليوم الأول، وخلق الأرض ككتلة وحواليها المية، وبعدين الأرض دارت حوالين محورها دورة كاملة، وده عمل اليوم الأول، لأن في ناحية هيبقى ناحية النور وناحية ناحية الظلام، لأن تعريف الظلام هو الـ absence of light، مدام ما فيش ضوء يبقى في ظلمة. تمام. بعد كده في اليوم الثاني الرب فصل مياه عن مياه، مياه فوق الجلد اللي هو الـ expanse اللي هو الفضاء الفسيح، ومياه تحت الجلد اللي هي في الأرض. في اليوم الثالث الرب أمر أن الأرض تظهر، ودي كانت السوبر كونتيننت، كان في قارة واحدة بس موجودة، ومجتمع المياه جعله بحارا. في اليوم الرابع الرب خلق الشمس والقمر والنجوم، الشمس والقمر الحياة في الأول، لأن دول لحكم النهار وحكم الليل، مش هما مصدر الضوء، هما لحكم النهار وحكم الليل، وعمل النجوم أيضا، ده في الفضاء الفسيح. وبعدين في اليوم الخامس الرب ملأ الفضاء اللي حوالين الأرض بالطيور، وأمر البحر أن يخرج الكائنات الحية. في اليوم السادس الرب خلق الدبابات اللي على الأرض، وخلق الإنسان في قمة هذه الخليقة، وبعدين أعطاه حواء في اليوم السادس. فوجود النور، النور مش مصدره الشمس، النور ممكن يكون لي مصدر تاني، الضوء الكوني اللي الله خلقه في الأول، وبعد كده الشمس والقمر لحكم النهار وحكم الليل. اللي بيكتب الوحي المقدس موسى اللي جمع سفر التكوين ده عن آدم، اللي أعطى هذه المعلومات بصورة شفوية، لأن ما كانش حد حاضر في أيام الخليقة، لأن آدم اتخلق في اليوم السادس، لكن الله كشف لآدم عن خطة الخليقة كلها، وتناقلت هذه بصورة دقيقة جدا عبر الأجيال، لأنه كان عصر الآباء بيعيشوا فترات طويلة، فالأجيال بتسمع الكلمة وبتحفظ. وفي تلاقي في سفر التكوين لما يقولك هذه مواليد كذا كذا، فعدد فصح 5 وبعدين فصح 11، وانس تواجدت هذه معناها أن في نسب مكتوب، فدي أحقية سفر التكوين. طبعا الموضوعات اللي حضرتك أثرتها تحتاج إلى محاضرات طويلة عشان أشرحها بالتفصيل، لكن دي الستركتشر العام اللي ممكن يوضح لحضرتك التساؤلات اللي قدمتها لنا، لكن طبعا ده هيحتاج إلى وقت طويل جدا، أعتقد أنه خارج حدود البرنامج. صحيح. بعدين عفوا يا أيمن، أنت بتستغرب أنه كيف المي خلقت بدون وجود النجوم. طيب يعني أي أصعب، خلق الكرة الأرضية ولا خلق الماء بالنسبة لله؟ وهل في شيء صعب على الله؟ لا يستحيل على الرب شيء. يعني الله ما أنا منتظر ليخلق النجوم حتى النجوم بعدين هي تشكل المي، والنجوم عمرها ما بتشكل المي على فكرة. علميا يعني ما تصير. القمر بس المد والجزر عشان يحرك المي، ودي نعمة من الرب، ودي مرتبطة بالجاذبية وحركة الكتلة. صحيح. طيب سوري بس ممكن أجاوب بسرعة طبعا حتى تعرف أخي المحبوب أيمن أنه هذا الكتاب المقدس هو الوحيد اللي كتب بإصبع الله والروح القدس نقل المعلومات. راح أقرأ لك مقطعين صغيرين وأجيبك بسرعة. الأول، وقال الله ليكن نور فكان نور، هذا في اليوم الأول. وعندما حكى في اليوم الثاني وحكى ليكن جلد في وسط المياه ويكون فاصلا بين مياه ومياه. الآن نحن بالقرن العشرين، ليش أنا سألتك عن اختصاصك؟ حبيت يعني طبعا أنا عارف أنه أنت أكيد ما عندك المعلومات عن الفيزياء الكونية ولا عن الرياضيات الكونية اللي أخذوا بها جائزة نوبل كثير من العلماء ابتداء من أينشتاين إلى هذا اليوم، لكن على الأقل أستطيع أن أبسط بعض الأمور إليك. النور اللي حكى عنه في اليوم الأول أينشتاين، اللي هو يعتبر العالم الأول على مستوى كل العصور والتاريخ، تحدث عن هذا النور الكوني،
وسنة 1957 اتفقت الأمم المتحدة مع كل الجامعات في العالم وأخذوا أجهزة لقياس النور الكوني اللي أهموه النور اللي أنت بتشوفه من الشمس. هذا النور يغطي كل الكون، ومثل ما بيقول هو ضابط لكل الأمور، والله خلق فيه كل الأمور. هذا النور الكوني أينشتاين حكى وعرف به بالرياضيات، وبعد أن تم توزيع الأجهزة في العالم كله في البحار والمحيطات والجبال، اكتشفوا أن نسبة النور الكوني اللي حكى عنها الكتاب المقدس هي ذاتها في كل الكون، في كل الأرض، في أعماق البحر، وفي كل مكان. لكن عندما حكيت عن موضوع الجلد وأنت طبعا مش عارف الكلمة، هذه الكلمة الآن نحن كعلماء في الكيمياء الكونية بنقدر نفهمها بوضوح، لأنه المياه اللي إحنا أنت بتشربها هي في الفيزياء تدرس بالمدارس على أنها بخار اللي موجود عندما تغلي المياه، ومياه سائلة اللي أنت بتشربها وعندما تفقد الحرارة بتصير كثلج. هذه الحالات الثلاثة اللي تدرس في المدرسة، لكن علماء الكون بالفضاء الخارجي اكتشفوا البلازما الكونية، وعندما أخذنا بمعنى ثاني فحصنا البلازما الكونية هي مكونة تماما مثل الماء H2O اللي هي ذرتين هيدروجين مع ذرة من الأكسجين. فعرفنا الآن بعد ما بعثنا كل الأقمار الصناعية وبعد ما كل العلماء بالعالم درسوا أن كلمة الله في الكتاب المقدس اللي أنت بتحس أنه مكتوبة ليهود وغير يهود، لا، هذه الكلمة كتبت بإصبع الله لجميع البشر، ولا يستطيع لا إنسان ولا مجموعة من الشعوب أنه يغيروها. اللي قدر يعرف أنه في بلازما تغطي الكون وحكى عنها في الكتاب المقدس وكل الكتب الأخرى، حتى أقول لا القرآن وكل الكتب الأخرى لا تعرف أي شيء عن هذه الأمور. الآن نحن كعلماء في القرن 21 يدوبك نفهم أمور صغيرة، فالمفروض أن كل إنسان يتعلم أكثر بالعلم ويرجع يآمن في الإله الوحيد اللي موجود في هذا الكتاب ومكتوب. الآن نحن في زمن النعمة، وإذا أنت وآخرين ضليتوا بقلبكم القاسي أو أفكاركم وما بتريدون تتعلموا هذه الكلمة، ستفقد فرصة الخلاص الأخيرة مع الأسف. نرجع لموضوعنا دكتور ناجي. أهلا وسهلا. مع التطور العلم بالمئة وخمسين سنة الأخيرة ومثل ما حضرتك قلت اكتشاف الدي إن إيه وبالحقيقة هي شغلة رائعة بتحدد مواصفاتنا طولنا وعرضنا وشعرنا. هل يا ترى وضح لنا هالشي كان إيجابي من ناحية كلمة الرب أو سلبي؟ طبعا إيجابي جدا، لأنه الرب هو الحكمة وهو العلم، فلما الرب بيعطينا علم جديد أو تعليم جديد بيبقى شيء رائع جدا. عايز أشرح لكم حاجة بسيطة عن الخلية الأول عشان نفهم الدي إن إيه. الخلية فيها النيوكليس النواة، وده مركز التحكم، مركز الإدارة. تمام. وبعدين فيها حاجة اسمها السيتوبلازم. صورة بالصورة ممكن الآن نشوف بعض الصور. هذه الصورة نعم عن الدي إن إيه، وصور مأخوذة أحبائنا عن أحدث البحوث اللي أجريت في قبل سنة أو سنتين. ونشوف الصور، وبين ما دكتور ناجي تفضل لو سمح. شكرا. الصور موجودة الآن يتابعوها معك. أيوة سلاسل. أيوة. الخلية هي مصدر التحكم بتاع النيوكليس، النواة هي مصدر التحكم بتاع هذه الخلية. نعم. فالنواة دي موجود فيها الكروموزومات. الكروموزومات محمول عليها الجينات. والجينات عبارة عن بروتين بيصنعه الدي ان اي. الدي ان اي اسمه ديزوكسي رايبو نيوكليك أسيد، وده هو اللي بيحوي المعلومة. وده اكتشف أو يعني اتوصف في سنة 1953 بواتسون وكليك. نعم. وأخدوا جائزة نوبل عليها. وهو الحقيقة اكتشاف رائع. عظيم. نعم. بيسموه دبل هيليكس زي ما احنا شايفين على الصورة، عبارة عن حلزونيين اتنين مع بعض. نعم. ومرتبطين مع بعض ببيزس معينة. فالدي ان ايه ده بيحوي معلومات عملاقة جدا. الدي ان ايه مش بيسيب الخلية لأنه ده مركز التحكم. فبيعمل نسخة اسمها ميسنجر ار ان ايه. نعم. رايبو نيوكليك أسيد. الميسنجر ار ان ايه يسيب النيوكليس، يسيب النواة، ويروح لحاجة اسمها الرايبوزومز. يروح هناك بالشفرة اللي هو عمل لها كوبي.
الكوبي دي تتصلح وتبقى الكوبي الأصلية اللي طلعت من الأول، ويبتدي الريبوزومز ده يكون البروتينات المطلوبة من الخلية. نعم. وكل خلية لها وظيفة، فخلية الكبد مختلفة عن خلية الكلى، مختلفة عن خلية البنكرياس، مختلفة عن كل الخلايا لها تخصصات. طبعا. نعم. فيبتدي الدي ان ايه ده يطلع يدي المعلومات الخلية تشتغل. لو حصل ان الدي ان ايه الكوبي دي فيها غلطة يحصل مرض. تمام؟ طبعا. لما يحصل ديليشن يعني يتاخد منه حتة او يحصل تركيبة غلط منه، تبتدي الخلية ما حصل ربنا خلق فيها ريبير ميكانيزم يصلح هذا الأمر. صح. لأنه لو اتغير ده هتحصل مشكلة كبيرة. نعم. الكانسر هو عبارة عن انقسام غير منضبط للخلية فقدت صح. الكنترول بتاع صح. هيئة التحكم اللي موجودة في النواة. وبالتالي الدي ان ايه ده الحقيقة بيشهد لمجد الله. آمين. الدي ان ايه بيشهد على قد ايه حكمة الله العظيمة عشان يحط كل هذه المعلومات في صح. حاجة صغيرة جدا وتمشي بطريقة متحكمة جدا. نعم. ففي حاجة اسمها إبيجين دلوقتي إنها بتتحكم زي ما بتكتبي جملة بتكتبي كلمات وبعدين بتحطي نقطة وبعدين بتحطي فصلة. بتكتبي الجملة عبارة عن كلمات كل كلمة لازم تقف وتنتهي صح. عشان تبتدي الكلمة اللي بعديها. تخيلي لو وصلتي كل الكلمات بتاعت أي جملة ما فيش معنى. أي جملة ما فيش معنى. ما فيش معنى. فالدي إن إيه لغة فلازم يكون لها معنى. نعم. ولازم يكون لها تفسير. تنفهم. تنفهم. والخلية تقدر تفهمها. طبعا. لأنها بتدرك ده صح. من خلال النظام الدقيق الرائع اللي عمله الرب. نعم. بيل جيتس الراجل العظيم اللي عمل لنا الكمبيوترز اللي بنستخدمها بيتكلم على الدي ان اي وبيقول ما فيش اي انسان عمل سوفت وير بروجرام صح ماتشنج الدي ان اي صح. تمام. وده في كل خليه في ملايين الخلايا اللي في جسمنا في دي ان اي بيشتغل وبيتحكم وبيسير نعم. علشان نعيش حياه سليمه. ده بيمجد الله وبيؤكد آمين. الله آمين. لحياتنا. فالدي ان ايه ده شيء عظيم طبعا ده يحتاج محاضره لحالها الحقيقه صح. لكن دي المختصر البسيط حوالين هذا الموضوع رائع. موضوع رائع للغايه الحقيقه صحيح. يعني كان ممكن ايضا اضيف بعض المعلومات صح. لانه بسنه 90 احبائنا المشاهدين يعني مجموعه العلماء حتى في العالم كلهم مع بعض وكان الرئيس الامريكي بيل كلينتون بهذاك الوقت وطبعا بإسناد من مئات الجامعات في العالم يعني حبوا أنه يعرفوا هالجين أو الشفرة الوراثية للإنسان وطبعا اشتركت كل الجامعات ومعاهد البحوث بالعالم واستمر البحث لمدة 14 سنة من سنة 90 لسنة 2003 وكما ذكر أخونا المحبوب الدكتور ناجي المعلومات يعني أول شيء أذهلت الناس وكل الهيئات في العالم بالتأكيد. لأنه كانوا متصورين على أنه الشفرة الوراثية إلى الإنسان راح تكون هي الأعقد والأعلى والأكثر معلومات وكل الكائنات الأخرى اللي إجينا منها حسب نظرية داروين مثلا كان المفروض يكونوا أقل فهم كانوا متصورين أنه الإنسان ممكن يكون عنده 100,000 مثلا جين اللي بتسيطر على الإنسان بينما توقعوا أنه الدودة اللي بتمشي على الأرض أو ورقة الشجرة ممكن يكون 10 أو 15 مثلا اكتشفوا يعني ممكن كان شوف أيضا مجموعة من الصور شيء مذهل أن الإنسان عدد الجينات 23,000 يعني بهالمستوى لحد الآن الآن اكتشفوها مثلا هاي اللي اكتشفوها اكتشفوا أن الدجاجة هي 23,000 يعني نفس الشيء واكتشفوا أن عرانيس الذرة اللي بناكلها كمان 23,000 فهذا كان شيء محير كيف أن الإنسان اللي بيقدر يعمل كل الأمور العظيمة في الحياة وبعدين نحن نكون مساوين لدجاجة أو إلى عرانيس الذرة فطبعا أيوة فهذا الحقيقة يعني وصلنا لنقطة أخرى مثل ما ذكر أخونا المحبوب الدكتور ناجي اكتشفوا أنواع أخرى ما يسمى بالسويتشز يعني مفتاح الضوء إنه الغرفة مظلمة إذا ما بتفتح الضوء ما بتقدر تشوف فاكتشفوا أن في يد إلى خالق عظيم موجودة كل المعلومات في جسد الإنسان أو الكائنات وهو يسيطر عليها عن طريق تحكم بهذه الجينات هذا الحقيقة كان شيء مذهل للغاية يعني بيبين على أن الله مثل ما ذكرنا أحبائنا من البداية أمين وعنده طول أنات على ناس متنوعين من كل الشعوب بيقول أن إله محبة
وتعال تعرف لإلي وأقرأ كلمتي وخذ محبة المسيح، وأنا أحب تكون معي في السماء. وطبعا يعني هذا كله تبي بلاش، هو فقط يريد أنه أنت بتجي بإيمان صادق وبتتوب عن التعاليم البطالة اللي سواء داروين أو كل الأنبياء الكذبة اللي أتوا من المسيح إلى هذا اليوم، ويريدوا يجروا الناس والشعوب إلى جهنم، اللي من الأصل الكتاب المقدس بيقول أنه هذه كانت لإبليس وملائكته، لكن الله محبة يريد كل الناس أنه يعودوا إليه. آمين آمين. نحن مبسوطين كتير 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 يا دكتور ناجي أنك معنا، والحقيقة أنا شخصيا بتمنى أنك تبقى بأستراليا. يا ريت، بس أنا قلت ممكن ملكة بريطانيا ممكن تزعل علينا. لا أبدا، شكرا لحبتكم والترحيب بي في برنامجكم الرائع، ربي يبارككم ويكمل. أنت شرفتنا وصدقني وشرفت أستراليا كلها. ده شرف كبير. أنت ابن للرب، يعني نشكر الرب على عمله فيك، والرب يستخدمك أكثر وأكثر. المجد كله يعود للرب. آمين. لحتى قسم من هالشباب المخدوعين يرجعوا للرب. آمين. احنا بنرحب بأسئلة الشباب، تيجي للبرنامج ونتواصل بالإيميلز. آمين. 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 وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين على متابعتكم هالحلقة الشيقة، وقلنا لقاء معكم بالأسبوع القادم مع بصمات الله في الخليقة، والرب يكون معكم.